مرحبا بكم. من ملفات الحقائق الأربع لليلة ملف باش يهزنا لعصابة في واحدة من الشركات العمومية التونسية، مرة أخرى في شركة عمومية أخرى تاركة، زادوا كملوا بركوها المرة هذه بالاستيلاء على جزء من فلوس الموظفين متاعها. كيفاش؟ من خلال فلوس التعاونية متاع الشركة، التعاونية متاع شركة نقل تونس. التعاونية شنو بالضبط؟ التعاونية اللي ما يعرفهاش هي هيكل موجود في برشا شركات يأمن للموظفين نظام استرجاع مصاريف صحية في حالة المرض، مساعدات اجتماعية في مناسبات معينة كما الأعياد، العودة مدرسية، نجاح وغيرها من المناسبات. مثلاً نزيد لك صغير وانت مشترك في التعاونية، التعاونية باش تعطيك كل منحة شوية فلوس باش تعاونك على مصروف صغير. تعاونية نقل تونس باش يتلهف منها في بعض السنوات أكثر من 4 مليارات. 4 مليارات لهفتهم عصابة قاعدة تستعمل في ملفات الموظفين باش تاخو على حسابهم التعويضات. فنلقاو مثلا هذا اللي وصلنا له، مثلا واحد من الجداول تاع التعويضات، شوفوا الاسامي، نلقاو كل واحد يقدم دوسي يعديوه مرتي باش تعويض يمشي لي هو وتعويض يمشي للعصابة. مثلا بشير او كم عدي ملف، التعويض الاول مشالو لي هو 200,000، التعويض الثاني يمشي لهم ليهم هما. الفاضل محمد علي جلال، كل الملفات تقريبا فيها دوبليكاتا مضروبة في 2. ثم من بعد تتواصل العملية مع كل ملفات استرجاع المصاريف باش نلقاو الأرقام كي من هكا، بشوية بشوية يوليو برشا فلوس. استرجاع مصاريف 191 دينار، نظارات طبية يشريو ليونات ليك انت وليونات ليهم هما، وغيرها من المصاريف. تقرير التفقد اللي باش يتعمل على هذه الفضيحة باش يثبت أن قيمة المبالغ المختفية من تعاونية نقل تونس وصلت، شوفوا معايا الرقم، حاجة تشبه الخيال، أكثر من 4 مليارات في بضعة سنوات اختفت على يد هذه العصابة. كيفاش كانوا يعملوا بالضبط وكيفاش الصدفة هي اللي مكنت من اكتشافهم؟ التفاصيل الليلة في الحقائق.